بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سيف الخميري. رجعنا حاليا موجود على الباخرة، وبإذن الله هذه بداية سلسلة فيديوهات تفيدكم عن القطاع البحري. المقاطع الماضية وصلتني الكثير من الأسئلة المتنوعة، ولاحظت أن الكثير يبي يتعرف على هالمجال، فببدأ بالسؤال اللي راود الأغلبية: هل هالمجال له مستقبل؟ أول شيء خلوني أخبركم شوي عن النقل البحري. النقل البحري يعتبر من أضخم مجالات النقل، بحيث أن 90% من تجارة العالم تتم عن طريق البحر، واليوم في أكثر من 60,000 سفينة شحن بعدد بحارة يوصل فوق 1.5 مليون. لذا فهو عمود أو قلب الاقتصاد الدولي، بحيث أنه يدخل سنويا مليارات من الدولارات من الأرباح كمعدل شحن. هذا المجال في تطور دائم، لأن من خلاله يتم نقل المواد الخام، المواد الغذائية، البضائع وكل شيء يخطر ببالك. بحمولة في السفينة ممكن توصل إلى عشرات الآلاف من الأطنان. كل شيء حولك الحين غالبا وصل لك عن طريق البحر، حتى الجهاز اللي تابع منه هذا الفيديو. غير ذلك تقريبا هذا المجال الوحيد اللي استمر خلال جائحة كورونا، فشيء أكيد أنه له مستقبل، لأنه عامل كبير في تطور ونمو وبناء الدول. شهادات الملاحة والهندسة البحرية تتيح لك العمل في البواخر وفي المواني وفي شركات الشحن كإداري أو ضابط أمن وسلامة أو في الرقابة وغير ذلك الكثير. ومن ناحية تخصص الهندسة في البواخر ممكن تكون مهندس كهرباء أو مهندس ميكانيك. وإذا بتكون على متن السفن غالبا النظام بيكون نظام العقود، يعني تداوم شهرين ثلاثة أو أربع على حسب الشركة في البحر، وتأجز بنفس المدة تقريبا. السؤال الثاني: كيف أدخل هالمجال وشو هي المتطلبات؟ بخصوص المتطلبات تراها تفرق بشكل بسيط بين كلية عن غيرها، لكن طبعا لازم يكون عندك شهادة ثانوية العامة، ولازم يكون عندك شهادة في اللغة الإنجليزية مثل امتحان الآيلتس. في دولة الإمارات في أكاديميات تقدم كورسات البكالوريوس والدبلوم العالي سواء في الملاحة البحرية أو في الهندسة البحرية. في أبوظبي أكاديمية أبوظبي البحرية التابعة لموانئ أبوظبي تقدم برامج للملاحة بمعايير دراسية عالية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا للتدريب. أيضا في أبوظبي كليات التقنية العليا تقدم كورسات للنقل البحري أو الهندسة البحرية. في الشارقة وبالتحديد خورفكان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أيضا تقدم هذه الكورسات. في سلطنة عمان الشقيقة كلية عمان البحرية الدولية، كذلك في السعودية ومصر ودول عربية أخرى. في الخارج أيضا كليات قوية في هذا المجال مثل كلية أستراليا البحرية المتواجدة في جزيرة تزمانيا. مدة الدراسة والتدريب للحصول على شهادة البكالوريوس في الملاحة البحرية ممكن تمتد إلى 5 سنين، لأن نظام الدراسة يشمل مدة تدريب عملي على البواخر، والمدة تحددها المؤسسة اللي تدرس فيها. في نظام أكاديميات يدرسونك 3 سنين في الأكاديمية، والمدة المتبقية يطلعونك فيها تدريب على البواخر. ومثلا نظام دراستي في كلية استراليا مطلوب علي تدريب 18 شهر في البحر تتوزع بين فترات الدراسة، بالإضافة إلى تطبيق كورسات قصيرة إلزامية بكلمكم عنها عقب شوي. وفي نهاية الدراسة والتدريب يكون في امتحان شفهي أو الأورال إكزام، تنجح فيه تحصل التكت وتكون ضابط بحري بإذن الله. بعدها تكون على الباخرة جونيور أوفيسر لين ما تتمكن من الشغلة زين وتنتقل إلى رتبة ضابط ثالث واللي أعلى من ذلك. بخصوص الكورسات الإلزامية القصيرة اللي ذكرتها أو الشورت كورسز، هي شهادات بدونها ما تقدر تطلع تدريب على البواخر، تكون مطلوبة من المنظمة البحرية الدولية في الـ STCW Convention Standard of Training, Certification and Watchkeeping. هذا العرف في كل المعايير التدريبية والشهادات المطلوبة على المهندس أو الضابط البحري، وهي كالتالي: Personal Survival Techniques. في هالكورس بتتعلم أساليب ومهارات النجاة في الحالات الطارئة في البحر، منها استعمال قوارب النجاة أو قوارب الإنقاذ، واستعمال كل معدات النجاة مثل اللايف جاكت والإمرشن سوت، وتتعلم كيف تسبح وانت لابسهم، وتطبق إجراءات إخلاء السفينة، وكيف تنقز في البحر من ارتفاع عالي بشكل آمن، وكيف تعدل اللايف رافت وانت في البحر اللي هو قارب النجاة القابل للنفخ،
وغير ذلك بتكتسب الكثير من المهارات والتدريبات والمعلومات المهمة. Basic Firefighting، مكافحة الحريق. هالكورس فيه تدريب عملي ونظري يعلمك عن أنواع الحريق وكيفية التعامل مع كل نوع ومعدات ولبس الإطفائي. بتاخذ معلومات عن كيفية منع حدوث الحريق أو انتشاره، وكذلك بيعطيك مهارات ميدانية في مكافحة الحريق وأساليب وتقنيات البحث والإنقاذ في الأماكن المظلمة والممتلئة بالدخان. Elementary First Aid، الإسعافات الأولية. في هالكورس بتتعلم أساسيات الإسعافات الأولية في حال حد تعرض لحادث، تعرف كيف تتعامل معه، كيف تحطه في وضع الإفاقة، وكيف تطبق CPR وغيره. Personal Safety and Social Responsibilities، هالكورس نظري ويرشدك لسلامة نفسك وسلامة غيرك وسلامة البيئة البحرية. بتتعلم تجنب الحوادث وبتعرف شو دورك في الحالات الطارئة وكيف تبلغ عنها وكيف تطبق إجراءات السلامة، وكذلك كيف تتم العلاقات الاجتماعية سليمة في السفينة. Ship Security Awareness، في هذا الكورس بتتعلم عن إجراءات السفينة الأمنية وكيف تطبق السيكوريتي بلان خلال تواجدها في المواني أو المناطق اللي فيها خطورة من القراصنة. الكورسات اللي ذكرتها شهاداتها تنتهي خلال 5 سنين، لازم تتجدد وتاخذ ريفرشر كورس. ايضا اذا كان تدريبك على ناقلات النفط او الغاز، لازم يكون عندك شهادة تانكر فاميلاريزيشن. وفي هالكورس بتعلم عن نوع وخصائص الشحنة وكيف تتعامل معها وشو مخاطرها. غير هذا لازم تجتاز الفحص الطبي ويكون على حسب الفلاج او الدولة اللي مسجلة فيها الباخرة، وتاخذ التطعيمات المطلوبة وتطلع الجواز البحري. عشان تكون عندكم فكرة عن مواد تخصص الملاحة البحرية، غالباً بتدرسون هالمواد. أساسيات الملاحة البحرية، جميع طرق التواصل البحري مثل الإشارات واستخدام الأعلام وشفرة مورس. علوم الأرصاد الجوية، عمليات النقل البحري، القواعد والقوانين البحرية الدولية. Ship Stability، اللي هو توازن واستقرار السفينة. استعمال الخرائط سواء إلكترونية أو ورقية. ملاحة النجوم والكواكب. الحفاظ على البيئة ومنع التلوث. تصميم وبنية السفن. وأيضاً كورسات مثل التعامل مع أضرار السفينة مثلاً في حال انغمار جزء منها. أيضاً تدريب على دخول الأماكن المغلقة والضيقة، وكذلك المهارات القيادية. مهم جداً أنك تعرف تكون قائد، تدير وتوزع الشغل وتكون واثق من نفسك. هذه أهم مهارة لازم تكون عند القبطان، والقبطان لازم يكون إنسان قيادي. أعتقد هذه معلومات كافية لهالفيديو. أتمنى أني ما طولت عليكم، وترقبوا المزيد إن شاء الله، بندخل في تفاصيل أكثر وباخذكم في جولة حول السفينة عشان تعرفون أكثر عن حياتنا في البحر. وفي أمان الله.